أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عقد اجتماع مع جهازه المعاون للترتيب لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 ل 12 سبتمبر المقبل في بداية استعدادات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. النادي الأهلي كشف عن جلسة تصوير لاعبيه بقميصه الجديد اللي هيخوض من خلاله منافسات الموسم المقبل. كشف الأهلي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قراره بإعلان القميص الجديد بكتابة عبارة يا كاتب التاريخ. أفضل نادي في القرن العشرين، النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. النادي الأهلي كمان تصدر أفضل 10 أندية أفريقية وفقاً لموقع فوتبول داتابيس العالمي والمختص بالإحصائيات وترتيبات الفرق الكروية عالمياً. جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 1703 نقطة، وتواجد في القائمة كمان بيراميدز والزمالك. جي بيراميدز في المركز السادس ب 1546 نقطة والزمالك ب 1534 نقطة. منتخب شابات الكرة الطايرة تحت 21 سنة خسر أمام المنتخب الهولندي بنتيجة 3-0، وده كان في إطار تحديد المراكز من 9 ل 16 ببطولة العالم المقامة في المكسيك. ومنتخب شابات اليد فاز على المنتخب التشيكي بنتيجة 28-26 ودياً، استعداداً لخوض منافسات بطولة أفريقيا للشابات لكرة اليد واللي هتستضيفها تونس في الفترة من 7 ل 14 سبتمبر الجاي. ونجح الثنائي ملك اسماعيل وأميرة أنديل لاعيبة المنتخب الوطني الخماسي الحديث في تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكبار ببريطانيا في منافسات التتابع للسيدات برصيد 1315 نقطة لتكون أول الميداليات المصرية بالبطولة. ومنتخب رفع الأثقال البارالمبي حقق 7 ميداليات متنوعة في أول أيام بطولة العالم اللي بتقام بدبي. الميداليات مقسمة إلى 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين. الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي احتفى عبر موقع تويتر بالمساهمات التهديفية للدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول مع الريدز في البريمير ليج بعد وصوله لرقم 200 خلال مشواره. علق الحساب وقال: محمد صلاح يساهم في تسجيل 200 هدف في الدوري الإنجليزي، تهانينا للاعب المحترم. خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا هالة.